سال تب الدم ها الدم احمر احمر لا والله ما قطع كذا شوي الاصبع قد يتعب حصل الرخوه العيا لا والله ما قطع كذا الحق تبي تقطع كيف تبي يقطع صح ما له فيها ثلج الله بتم برده نبينا في الحين وشوي اكل الحين وبعد ترى فنان اذا عندك حبحب على الرز يبرد يسرسع الكب سرسحه الحبحب حبحب وموز وبيبسي بس ما تحطها كلها دقه واحده لا اذا جاء الموز لا اذا جاء الموز ما تحط معه حبحب لا تحط معه حبحب بس ما تحط معه بيبسي بيبسي ما تحط اذا جاء البيبسي عادي يجي معه الموز بس حبحب ما فيه اوه فنان والله خلينا نساعد الرداء بالتكتيك ايوه خلني اذوق يا سلطان هي كويسه اي والله اذوق ظنين هذا والله ما ادري عنها دح هو صح ايش كلامها بيضاء لا بيضاء واضح انها هذيك 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 هذا مسواك والله سلطان ورب المصيبين هذه ما هي بحبحبه هذه طماطم صدق والله ماشي هذه مشكله بس لا يا شيخ طلع عاديه بالله عاديه اسالك بالله وصف والله ما ادري عنها في معلومه بالجح والله ما ادري عنها جح وسط جح جح في معلومه تعرفها كويس في معلومه بالجح يغسل الدم يقول لا ينظف الاذنين الاذنين ينظفها كمان سواها كذا ينظف الاذنين لا والله ترى يقولون فنان يساعد يساعد على فنان هو فنان شفت الجح فنانه يساعد على الهم السريع انا الليله تغير صوتي الحبحب مفيد للصوت انا الليله يا كذا اكثر يتغير اكثر يلا وجهك يلا الانوار زادت النور زاد اي قبل شوي كان تغير اللون شاك الكهرباء شاك الكهرباء القريت على المطور شوف شيلها اه حبحب شوفها بالله يا قوم بالضيف اللي مشغل شو اسمه يسمونه ولد به فقرات ولا نقدم فقرات الحين تو الناس باهم طقطق وناخذ ونعطي والله زين وقومت لك البسطه وجبت لك زباين شوف الله حق يوم شفت قل العدد قلت ما محب والله قلت والله ما جاك دخل زايد قلت تعال 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 كل تعال تعال نصيحه قول حب حب علي طيب ولا ذا بعد ارتاح يا ولد انت حياتك بالمعكوس كيف كيف اقلب الحب حبه كذي على وجههم مقطعها من فوق الله يرحم والديك بس بقطع بدال يقطع اي من الليل انا اطلق من الليل يوم قلت اذا الحين منصح عن قلت قطع يا ولد تبغى يا ولد توهق لا يا ولد احنا ولد علق الخروف علق ما يسوي افا يا ولد سميته خويتكم يا الربع تخلونا تطيح سميته هذا شينك سميته زعتر زعتر ترى امانه والله اكثر تصويت زعتر ما به زعتر ما بالله لا والله سموه زعتر كان سميته كدوشه كدوشه خيشه ولا مغيث علامه النجم نسميه خيشه جيشه من كل واحد اضغط علامه النجم ايش فيها النجم هذا وش تسمونه الا يلزق يلزق بالله يا بنادق دقيقه عيل في جح ولا حب عيل في شرب عيل بس حطه ورا ذا اللي حطه ورا هذا بحطه على الطاوله تدري ليه ما هي بحمراء ما يصير الله يهديك هلا خلاص لا 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 جهز اسمع انا اشيلها انا والله يا بابا جعله بالعافيه الله ولا الهوى اللي برا من اللي برا والله يا ريحني أسهر عيوني وعناني وعنيته أحاول أخفيه من الحزن يفضحني متمركز بالحاشا كأن الحاشا بيته يدك يا عيدك يا 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 اخي تم تم يا اخي
صدق انه يعني الحبحب بس عشان ياكلها لحاله بعدين. فوائد الحبحب حط رجعه عشان ياكلها بعدين. اسمع تدري من فوائد الحبحب وش؟ يزيد السوائل في الجسم. طيب تدري عندي فائده الحبحب؟ لا ماشي. طب انا ما قلت فائده. خلي صوت حلو. اسكت انت لا تغني ولا تشارك ولا تقول اي شيء. علي وشو يقول؟ يزود ما ادري خلي. يا اخي انت لا تكون زي الشيطان. ايش دعوه؟ ليش شيء بيكون بيض الوجه المتابع المتابع. ايش صار عندهم ماده يبون يقدمونها دحام؟ ايش صار عندنا الحين الفقره فقره التقديم الشخصيه. المتابع يقول هذول عندهم شيء يقدمونه. ما ابي الواحد يطلع يا الربع. السلام عليكم، معكم دحام بن عبد الرحمن المطيري. انا شاعر ومنشد. ماني مجازيك في صدك وجيرانك، ودعتك الله تلقى واحد ثاني، دوري واحد ثاني. سلام. نبي فقره يا الربع. قول ما هي حلوه. نبي فقره يا الربع. كل واحد كل اناء بما فيه ينضح. يسلم الشيء اللي ما عليك نومسنا. لا والله نبي شيء يعني المتابع يعني شوي يضحك شوي نوعه. ما في مشكلة من التنويع بس نبي شيء اللي عندك هدف. أبشر بالضحك. نبي فائدة. نبي المتابع يستفيد. أدخلوا فيها حق تصدقها لليوم. إيه إيه تخطر كلام إيه بس واحد واحد مو أربع زوونة. لا لا كلكم بس نبي نقفلها. لا يا عيال عيال انت قصدك صدقه ولا قصدك موضوع لا لا ما تكلم موضوع الصدقه. انا احس خلاص انا موضوع اللي بتكلم فيه اليوم وشو الرزق. انا محضر ليومين وجاء ناصر وقال لك جاء ناصر. انا كنت حاط من اسباب استجلاب واستحلاب صدقة. الرزق الصدقه. وكنت حاط الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا موضوعنا. ما نقص مال من صدقه بل تزيد بل تزيد بل تزيد. هذه اقدر احطها في موضوعنا ذا. صح صدق. انتم اي واحد مجهز اي احسن انك واحد ادرج فيها موضوعنا حق مستحيل ثاني. ابيك تخدمني في الموضوع كل لك. الرجل قيوم القيوم حرقان ايش مسوي حرقان حقت ايه حرقان جاني حرقان حقت هذا معي ها قال حرقان ها قال ميدي جاني حرقان احلى ايش شو تقدم ده. هنا هنا ودها. طيب تعال تعال. وجهك يا بعد. غن غن غن. يا بعد حي ما سوينا شيء. لا تقلدنا. احنا شمال. مصحبنا حب الكرام. والله احنا بنحبكم ترى. بسم الله على دسم دمك ودسمك. قلت ذا الكمال والجمال والانتكه والبنتكه والحسب والنسب. من اللي قال لك انتكه والكرام؟ انا في. لا من اللي قال؟ يقول حسب. ما هو كلنا. ها؟ ادري عليك منه يا ابو بكر. روح تفضل.